وألا يدعوه باقيا يدير شؤون المسلمين أو أن يقتلوه. وزور كتاب أيضا على لسان سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، فيه طلب وأمر لوالي مصر أن يقتل الذين ذهبوا إليه بعد أن حملوا كتابا بعزله وبتولية وال آخر. كل هذا كذب وافتري على لسان عثمان رضي الله تعالى عنه. ولعلنا أشرنا البارحة إلى أن بعض أصابع الاتهام تشير إلى أن مروان بن الحكم هو الذي فعل هذا، وقلت لا ندري ولا نجزم، لأن الفتنة إذا طلعت فإنه يدخل فيها من هب ودب، ويمكن أن يكذب ويفترى ويساء ويصاغ على لسان الناس وعلى كلامهم ويزور خاتمهم بشكل واضح كثير. ولعل ابن السوداء عبد الله بن سبأ فعل هذا أو غيره من الناس، كل هذا يحتمل، ولكن الله تعالى أعلم بماذا جرى. وتوقفنا البارحة عند أن الذين ثاروا على سيدنا عثمان بعد أن وجدوا هذا الكتاب الذي ادعوا أنه وجدوه مع خادم أو عبد لسيدنا عثمان، عادوا إلى المدينة مؤتمرين، ولقيهم سيدنا علي فتسألهم كيف اجتمعتم وكيف عرفتم بذلك، فسكتوا. وحينها توقفنا. كان هذا الحصار قد ضرب على المدينة بشكل عام وعلى بيت سيدنا عثمان بالذات بشكل خاص، وكان المحاصرون له عددا كبيرا، ولكن عثمان رضي الله تعالى عنه ما كان يحب القتال، وبخاصة في المدينة. كان باستطاعته منذ اللحظات الأولى أن يأمر من كان حوله من المسلمين، وهناك كثيرون ممن يريد هذا، أن يدفعوا عنه هذا الحصار ويقاتلوا الذين حاصروا منزله، ولكنه في الأصل رغبته أن لا تسفك الدماء، وأن لا يقتل أحد، وأن لا يساء إلى أحد، وبخاصة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما وجد أن هؤلاء قد حاصروه بدأ يلاطفهم ويلاينهم لعلهم ينصرفون بالحسنى، ولكن هؤلاء ما كانوا يفكرون بهذا. كانوا قد أشاروا كما قلنا البارحة عليه بأن يعزل نفسه عن خلافة المسلمين، أو يسلم إليهم مروان بن الحكم، أو ألمحوا إليه إلماحا بأنه سيصيبه أذى وشر، وهم ما يريدون بذلك إلا قتله. ولكن ما كان أحد من الناس يتوقع أن القتل سيحصل فعلا، لا الصحابة الكرام المقيمون بالمدينة، ولا سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه نفسه في أول الأمر، ولا بعض هؤلاء الذين أرادوا الفتنة، إذ ليس كلهم كان يبتغي قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ولكن الأمور تتدرج، فلما بدأوا بحصار داره كان يخرج أحيانا إلى الصلاة، ويخرج بصعوبة، إذ يحاولون إذايته بالكلام وباللسان وبالفعل. أما بالفعل فقد قاموا بذلك تحديدا بأيديهم. كان يوم الجمعة، وكان ذلك في أواخر شهر ذي القعدة من السنة 35 للهجرة. خرج يوما يوم الجمعة يخطب، فلما كان في أواخر خطبته قام إليه رجل من هؤلاء الذين جاءوا وأحاطوا ببيته، ويدعى جهجاه الغفاري، فقال: أما زلت إلى الآن تخطب يا نعثل أو نعثل، يعني استغفر الله بلهجتنا بالبهيم يعني بهذا المعنى، أما زلت تفعل هذا وتخطب بالناس وكذا؟ وكان سيدنا عثمان رضي الله عنه يحمل عصا يتكئ عليها قليلا في خطبته، وكان قد بلغ 80 وتجاوزها حينها. وقام إليه هذا المجرم والصحابة، كل هذا حدث في لحظات، لأن كثيرا من الناس يتساءل كيف يحصل هذا، كيف يحصل هذا، لما يحصل الأمر والفتنة في أي مكان كم تدوم؟ الناس كثير منهم لا يكون صاحيا، في لحظات تقوم وتشتعل وهكذا، ولا يدري الإنسان شيئا منها حتى يصحو إلى نفسه. قام إليه هذا الخبيث وأخذ العصا من يد سيدنا عثمان وضربه على رجله فكسرها على رجله، فسقط سيدنا عثمان إلى الأرض مغشيا عليه.
وحمله الصحابة إلى داره، فلما أفاق عالجوه، ولكنه كان في حالة شديدة، عالجوه وطببوه فاستعاد وعيه وقام وكذا، وخرج إلى الصلاة بعدها أياما، ثم شددوا الحصار فما عاد يستطيع الخروج إلى الصلاة في المسجد. فكان بعض الناس يصلي بدلا عنه، يصلي حينا علي رضي الله عنه، يصلي حينا أبو هريرة رضي الله عنه، حينا سهل بن حنيف، وحينا يصلي بعض هؤلاء الذين ثاروا في وجه عثمان، ومنهم رجل يدعى الغافقية بن حرب من أهل مصر. الأمر يتطور رويدا رويدا، شددوا الحصار أكثر حتى منعوا من إدخال الماء إلى بيت سيدنا عثمان. ونحن فلنتصور الحال الذي كان في ذلك الزمان، ليس كزماننا، هناك صنابير مياه داخل إلى البيوت، الماء يحمل من الآبار المعدودة المحدودة في المدينة إلى البيوت. فشددوا الحصار حتى منعوا من إدخال الماء إلى سيدنا عثمان. فأشرف من كوة في بيته، من نافذة يعني، وجعل يكلمهم: نشدتكم الله إلا جاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وكذا، ذكر عددا من المسلمين ومن الصحابة الكرام، فأبلغوهم النداء فجاءوا، وجاء عدد من الناس ووقفوا قرب البيت، قال: اجلسوا، ناداهم فجلسوا، جلس الصحابة وجلس هؤلاء الذين يحاصرون البيت. قال: نشدتكم الله، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: من يشتري بئر رومة وأضمن له الجنة فاشتريتها وجعلتها في سبيل الله؟ فسكتوا. قال: نشدتكم الله، هل تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإنفاق في يوم تبوك، فأنفقت وفعلت 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 حتى قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ فسكتوا. فجعل ينشدهم بالله سبحانه وتعالى عن أعمال فعلها وقدمها من السوابق في العمل الصالح، وكل ذلك يسكتون، الصحابة منهم وهؤلاء الذين ثاروا عليه. فلما كلمهم بهذا قال: نشدتكم الله تعالى، إنكم إن قتلتموني والله لتثورن فتنة لا تطفأ. هو قد استشعر أن الأمر بعد أن زاد عن حده إلى أن وصل إلى منعه من الماء قد يؤول به إلى القتل، ووعظهم وذكرهم، فقال بعض هؤلاء الثائرين لبعض: والله إنما يقوله لصحيح، ولكن لا يعدم هؤلاء المجرمون إنسانا يلعب به الشيطان بعد أن تأثروا من كلام سيدنا عثمان. فقال: لعله قد مكر به وبنا أيضا، كما قال الله تعالى: ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. قال: لعله مكر به وبنا، فقالوا: دعنا عنك. فلما رأى ذلك علي رضي الله تعالى عنه خرج حتى جاء بماء وحمله بيدي على كتفيه وأدخله هو بنفسه إلى سيدنا عثمان بعد أن لقي عنة من هؤلاء وشدة وإذاية حتى لسيدنا علي رضي الله عنه، أدخل الماء إلى بيت عثمان بصعوبة شديدة. قامت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، بحمل شيء من طعام وماء وكذا، ومعها بعض عبيدها، وأرادوا الدخول إلى سيدنا عثمان، فآذوها بكلامهم ثم كادوا أن يسقطوها عن المركوب الذي تركب عليه، ولم تستطع إدخال شيء من الطعام والشراب إلا بصعوبة شديدة. فقال لهم علي رضي الله عنه: يا أيها الناس الذين اجتمعوا، يا أيها الناس، إن الروم والفرس يأسرون فلا يمنعون أسراهم من الطعام والشراب. الكفر الفجر الروم والفرس إذا أسروا رجلا من المسلمين أو من غيرهم لا يمنعونه من الطعام والشراب، يقدمون له طعاما وشرابا. فسكتوا. أعود فأقول يا أيها الأحبة قبل أن أستكمل: كان باستطاعة سيدنا عثمان أن يأمر عددا من الصحابة أن يقاتل هؤلاء، ولعلهم كانوا يتغلبون عليهم،
لكن كان بطبيعته السمحة وبفطرته اللطيفة وبحسن أخلاقه وتودده للناس وبرغبته في عدم سفك الدماء يأبى أن تسفك دماء بسببه حتى ولو كان هو المأذي وهو المصاب نتيجة هذه الحال التي حلت به. فكان يأمر الناس أن يبتعدوا عن القتال، لكن الأمر لما اشتد قام عدد من الصحابة فأرسلوا أبنائهم. أرسل علي رضي الله عنه بالحسن والحسين رضي الله عنهما، أرسل عمرو بن العاص ابنه عبد الله الشهير الصحابي الشهير، جاء أبو هريرة، جاء عدد من الصحابة فاقتحموا بين هؤلاء ووقفوا يدافعون عن منزل سيدنا عثمان بالذات رضي الله تعالى عنه. وكان سيدنا عثمان في هذه المدة، مدة الحصار، قال كم دامت؟ دامت عند بعض المؤرخين شهرا وعند بعضهم أكثر. وكان يحاول أن يطاول هؤلاء ويشرف عليهم فيخطب فيهم سيدنا عثمان ويذكرهم بالله ويذكرهم بالتقوى ويحاججهم ويناظرهم. فقالوا له، كان مما قاله لهم أيضا، إنكم أسألكم بالله، يوما خطب فيهم فنشدهم بالله أيضا، قال نشدتكم بالله لما أن قتل عمر ألم تولوني عن ملأ منكم؟ أنا جئت فنصبت نفسي عليكم أم أنتم اخترتموني وأنتم الذين بايعتموني؟ خاطب الناس جميعا فسكتوا. قال نشدتكم بالله ألم يفعل عمر كذا وكذا؟ ألم أقل لكم، يعني يفعل من العدل والإنصاف، ألم أقل لكم إن كان في ولاتي أناس قد أساءوا، قد ذكرت ذلك لكم البارحة وعادها عليهم، فأخبروني حتى أخذ لكم بالحق منهم؟ ويكلمهم بمثل هذا الكلام. فقالوا له أما أنك قد وليت بمشورة من الناس فنعم، ولكن بعد ذلك لم تبقى على مشورة من الناس، فإن الناس ما عادوا يريدونك. وأما أنك قد فعلت وكانت لك سابقة في الإسلام فنعم، ولكن غيرت وبدلت، والله سبحانه وتعالى ينزع رحمته من العبد الذي يغير طاعته. ما بتم عليه رحمة الله، بنزل عليه غضب الله، وأنت غيرت وبدلت. وجعلوا يكلمونه بأمثال هذا الكلام. فلما رأى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه هذا الأمر أرسل برسائل إلى من كان قريبا منهم من البلاد أن يبعثوا إليه بأناس من المسلمين ليحاولوا صد الفتنة بالقوة دون قتل، أن يرسلوا إليه بعضا من أجزاء جيوشهم من طرف بلاد الشام ومن طرف مصر، بحيث إذا رأى هؤلاء أن جيشا كبيرا قد جاء إليهم يرتدعون ويخافون فينصرفون عن حصار بيته. أرسل بهذه الرسائل إلى بعض أمراء الأمصار، وكان وقت الحج قد آذن، فدعا سيدنا عثمان عبد الله بن عباس، وكان عبد الله بن عباس أحد الذين جاءوا فحفوا ببيته يدافعون عنه مع من ذكرت، مع الحسن والحسين وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير لم أذكر، وعبد الله بن عباس كان هؤلاء وغيرهم من الصحابة يحفون بالبيت تماما. فدعاه سيدنا عثمان لعبد الله بن عباس وقال أخرج حتى تؤدي الحج باسمي في الناس، لابد للمسلمين من يقيم بهم الحج، أمير المسلمين يقيم بهم شعائر الحج ويخطب فيهم يوم عرفة وهكذا. فقال عبد الله بن عباس نشدتك الله يا أمير المؤمنين، دعني من الحج فقد حججت فيما قبل، وإني والله أرى أن إقامتي أدفع عنك خير لي من الحج هذا العام. فقال له أخرج بحقي عليك، أنا خليفة المسلمين، أخرج حتى تؤدي الحج. وكتب له كتابا ليخطب به يوم عرفة للناس. ويخرج عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه إلى الحج، ويقرأ عليهم على الناس في خطبة عرفة وفي غيرها، يقرأ عليهم كتاب سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ورسالته. رسالة سيدنا عثمان رضي الله عنه كثير فيها شيء كثير من آي الذكر الحكيم، فيها تذكير بتقوى الله
والحرص على عدم الإذاية والاعتداء على المسلمين وحقن دمائهم، وفيها إشارات وتنبيهات إلى ما فعله هؤلاء الناس به. نعم، وفيها تشبيه أو إنذار إلى أنه قد يحل به شر. فلما قرأ سيدنا عبد الله بن عباس هذا الكلام على الناس في مكة وفي ما حولها في يوم عرفة، قام إليه كثير من الناس فقالوا: أمير المؤمنين في خطر، نخرج إليه، نذهب إليه لندفع عنه. واستعد كثير من الناس في نهاية موسم الحج للمقدم إلى المدينة ليدفعوا عنه. وكانت الرسائل أيضا قد وصلت إلى بعض أمراء الأجناد الذين طلب منهم سيدنا عثمان أن يرسلوا إليهم ببعض جيوشهم، كما قلت، لا للقتال وإنما ليخيف هؤلاء فلعلهم ينصرفون. فبلغت الرسائل أيضا إليهم. هؤلاء المتآمرون كانوا يسمعون الأخبار، أهل الحج يريدون أن يأتي كثير منهم ليدفع عن سيدنا عثمان، أمراء الأجناد بالبلاد التي فتحت وصلتهم الأخبار فقرروا أيضا إرسال بعض من أجنادهم ليدفعوا عن سيدنا عثمان. فتشاوروا مع بعضهم البعض، قالوا: إن تركنا هذا الرجل حتى يأتي هؤلاء فإنهم مانعون منه، ليخلصوه من بين أيدينا، وإن بقينا كذلك فإنهم آخذون أو قاتلون. بعد إذا جاء هؤلاء ومنعونا سيحاسبوننا، سيقولون: كيف تحاصرون الخليفة وهو الإنسان الصالح التقي والكبير في السن، فلنبادر إلى أخذه قبل أن يأخذنا. وكانوا قد عرضوا عليه كما أشرت سابقا إما أن يعزل نفسه وإما أن يسلمهم مروان بن الحكم، وإما لمحوا إليه بالقتل. موضوع عزل نفسه، بعض الناس وفيهم مؤرخون وفيهم ناس محدثون كانوا يقولون، وحتى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكر في هذا، أنه لماذا لا يعتزل عثمان ويرتاح ويريح الناس من هذه الفتنة. لكن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ما كان يغيب عنه هذه الفكرة، وما كان بالإنسان الجاهل أو ضعيف النظر حتى لا يفهم الأمور. لو أنه تنازل في لحظتها عن الخلافة لن يدعوه هكذا. قلت لكم كم مرة طلبوا إليه أن يعزل بعض الولاة فعزلهم، كم مرة طلبوا إليه أن يفعل كذا ففعل، طلبوا إليه أشياء كثيرة ففعلها، ورغم ذلك كل فترة وكل أيام يقومون ضده. فعرف أن الأمر لن ينتهي بعزله، ولكنها ستكون فتنة أشد، وأن الذي سيتولى بعده قد يثور ضده الناس وتحصل مقتلة فيما بين بعضهم البعض أشد من الفتنة التي إذا اعتزل ستنطفئ بسببه، قد تحصل مقتلة. البارحة أيضا قدمت لكم أهل مصر يريدون سيدنا علي، أهل الكوفة يريدون الزبير، أهل البصرة يريدون طلحة بن عبيد الله. فإذا اعتزل عثمان جاء هؤلاء، ولوا هذا لا ولوا هذا لا ولوا هذا، سيقتلون بعضهم أكثر، ثم إنهم سيقتلون من كان حول سيدنا عثمان من أقاربه، وبعضهم لا علاقة له بشيء إلا مجرد قرابته لعثمان. فخشي من هذا، لذلك لم ينزع نفسه من الخلافة. هذا فضلا عن قضية مهمة سآتي عليها إن شاء الله. إذن عدم نزع نفسه كان درءا لفتنة أكبر قد تحصل. وأما عدم تسليمه لمروان بن الحكم فقد خشي أن يقتلوه، وقد قلت إنه كان حريصا على أن لا تسفك قطرة دم بسببه هو، سواء من أقاربه أو من الأغراب، حتى هؤلاء الذين جاءوا لإذايته ما أراد قتلهم ولا قتالهم. وأما الثالثة فإنه استشعر أن الثالثة ستكون عليه فاطمأن إلى هذه القضية، وهي أن تدور الدائرة على نفسه فيفدي بنفسه المسلمين لعل الفتنة تطفأ إذا قتل هو. هذه نهاية ما خلص إليه في نفسه والله تعالى أعلم. استشعر أنه لعله بدمه تطفأ الفتنة التي ثارت. لذلك في يوم من الأيام كان الحصار مشتدا وكذا، فالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما دفعا المحاصرين وقد اقتربوا إلى بابه،
فجرح سيدنا الحسن، فلما جرحوه كان سيدنا عثمان قد أطل فرآه، فقال: يا حسن بالله عليك أخشى أن يسألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قطرة دم نزلت منك يوم القيامة بسببي، فبالله عليك ارجع إلى بيتك. ثم التفت إلى من كان حول بابه من الصحابة قال: نشدتكم الله إلا انصرف كل واحد منكم إلى بيته. كان عنده غلمان خدم عبيد، فقال: من ألقى سلاحه وانصرف عني فهو حر لوجه الله. الأمر عجيب. فاستطاع رجل أن يدخل إليه، قال: يا أمير المؤمنين ماذا تصنع؟ إيش عم بصير؟ ماذا تصنع؟ فسكت، فكرر عليه وألح عليه فسكت، فكرر عليه الثالثة فقال: إني كنت أصلي في الليل ثم أخذتني سنة من النوم، فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فقالوا: يا عثمان عطشوك؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: جوعوك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: اصبر وستكون الليلة عندنا تفطر فيها معنا. وأصبح سيدنا عثمان رضي الله عنه صائما، وقال: ما أريد إلا أن ألحق بهم. وكان هؤلاء قد ائتمروا، إن لم نلحق لحق بنا الطلب. في ليلة من الليالي تسوروا من دار قريبة من دار سيدنا عثمان، قالوا: إن دخلنا عليه مباشرة كان ذلك سببا أن يعرف الناس جميعا أننا نريد قتله. فالتفوا من دار بعض الأنصار المجاورة لدار سيدنا عثمان، وصعدوا على ظهرها، ثم قفزوا إلى داخل بيت سيدنا عثمان ودخلوا عليه ليلة، وذلك إما قبيل صلاة الفجر أو بعيد صلاة الفجر بقليل. وكان سيدنا عثمان أو بعيد صلاة الفجر كما قلت، كان جالسا وقد صلى الفجر وقد فتح المصحف بين يديه يقرأ، وكان قبلها قد طلب سراويل. السراويل هي الملابس الداخلية الطويلة، وكان ليس من عادته أن يلبسها، وكثير من العرب ما كانت لهم عادة أن يلبسوها، كانوا يلبسون إزارا ورداء. فطلب سراويل طويلة وما كان من عادته أن يلبسها. ما الذي أراده بذلك؟ عرف أن الذي سيجري له هو أمر الله تعالى، فخشي إذا ضربوه أن تنكشف عورته، وهو الحيي، وهو الذي إذا كان دخل يغتسل ما كان يستطيع كشف ثوبه عن نفسه، لأنه يرقب أن الله تعالى يراه وهو يغتسل. فلبس ثوبه ولبس هذه السراويل وجلس يقرأ القرآن. وكان أول من تسور عليه رجل شأنه مؤلم، ولكنه هذا الذي حصل، هو محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبيه، ورحم الله تعالى هذا الإنسان. هذا الإنسان كما قلت لكم ليس من الصحابة، ولد في حياة رسول الله وأدرك منها سنة ونصف تقريبا، يعني كان طفلا رضيعا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدر الله تعالى لأسباب يكثر يعني يطول الحديث عنها أن يحمل في نفسه شيئا على عثمان رضي الله تعالى عنه. فكان مع الناس الذين حاصروا داره، ويقفز هذا الرجل فيدخل الباب ويقول لمن حوله: أنا سأدخل إليه. فيدخل إلى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ويقدم إليه ويقول له: ماذا تفعل؟ أتقرأ القرآن؟ ويأخذ بلحية سيدنا عثمان، فيقول له سيدنا عثمان بعد أن نظر إليه: أخر يدك عن لحيتي يا بني، فوالله لو رآها أبوك لساءه موقفك مني. وكان بيده سيف، فسقط السيف من يده وأشاح بوجهه حياء من سيدنا عثمان. لم يستطع أن يكمل، كان يريد أذى ويريد شره،
ولكن لما قال له لو كانت هذه اللحية في يد أبيك لاستحى أن يفعل شيئا، فيستحي هذا الرجل ويلتفت إلى من كان معه وكان قال لهم أنا سأدخل إليه أولا، فيدخل إليهم ويحاول أن يصدهم عن عثمان رضي الله عنه، ولكن أنى له ذلك بعد أن كانوا معه وكان هو الذي بدأ بهذه القضية، بعد أن استشعر أنه أخطأ خطأ فادحا التفت إليهم ويحاول أن يصدهم. ابتعدوا عنه لا يبتعدون عنه، وألقوا بهذا الرجل بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه جانبا بعد أن أخذوا منه سيفا، ودخلوا إلى سيدنا عثمان جماعات، واقتربوا من سيدنا عثمان، وعثمان رضي الله تعالى عنه بلا سلاح وبين يديه المصحف يقرأ فيه، فرفع رجل هذا السيف فطعن به سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم جاء رجل آخر فرفع السيف وطعن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وقطرت قطرات من دمه رضي الله عنه، وكان يقرأ عند قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ونزلت قطرات من دمه الطاهر رضي الله عنه على المصحف الشريف، وكانت حوله بقربه زوجته وتدعى نائلة بنت الفرافصة رضي الله عنها ورحمها الله تعالى، فلم تطق أن ترى زوجها على هذه الحال فألقت بنفسها عليه وحاولت أن تمسك السيف الذي يضرب به ذاك الرجل القاتل، فلما رآها تفعل ذلك ضربها على يدها فقطع أصابعها، فنادت وكان في البيت رجل من عبيد سيدنا عثمان فقالت يا فلان أنجد عثمان رضي الله عنه، فألقى بنفسه على الذي ضرب عثمان رضي الله عنه أولا فقتله، لكن الناس كانوا قد تكاثروا فضربوا العبد فقتلوه وأجهزوا على سيدنا عثمان رضي الله تعالى. نزل سيدنا عثمان إلى الأرض وقد سالت دماؤه في داره وهو يقرأ كلام الله تعالى شهيده، وكان الأمر الذي حل فاجعة ليس كمثلها فاجعة، ومصيبة ليس كبعدها مصيبة أو ليس كمثلها مصيبة. لما يقتل رجل صالح تقي نقي حيي وداخل بيته وهو يقرأ القرآن، ويقتله أناس يدعون أنهم يريدون الخير وهم ما أرادوا إلا الشر، فتلك من أعظم البلايا التي تحل بالمسلمين. وباستشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه لم يعد باب الفتنة بالإمكان أن يغلق، وإنما فتحت أبواب الفتنة لا على مصاريعها، بل نبعت من الأرض وجاءت من جميع الأطراف. لذلك ستكون ولاية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فيها من الابتلاءات ما فيها، وكان السبب الأكبر حصول مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. اللهم ارزقنا العزة والاعتبار وارحم المسلمين جميعا. الحمد لله رب العالمين. أنا بايعهم، تحب التم، تحب تروم؟ أنا ما يجيب السيارة. إيه الله تعالى.